ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ لسانك خصانك ان صنت وصانك ان خنت وخانك يا بابا، علمونا واحنا اطفال كده. ها ليه بقى؟ ها ليه يا حبيبي؟ كانش تيتا بتحط لك الشطه في بقك قبل ما تتكلم؟ جدتك نناه بتسموها ايه؟ الجماعه بتوع البندر بيسموه نناه ايه؟ يعني في الظروف دي، في الظروف دي برضو نستمر؟ يعني احنا ممكن نغلط بعد الشر في الكلام في ظروف احسن من كده، يعني لما يكون العالم مش بيمر بانديميك فور جاد سيك، لما يكون العالم مش بيمر بحروب مختلفه فور جاد سيك. انت الحروب اللي داخله لك يا برنس من كل حته، انت مفروض بتورم دلوقتي من كتر الحروب المختلفه اللي داخله لك. ليه نقعد نجرح في بعض؟ ليه نقعد نتكلم عن الصعيدي وعن عن الفلاح وعن البنت وعن الراجل وعن اللي قاعد وعن اللي لابس العبايه وعن المطه؟ يعني ليه؟ نناه ما حطتلكش شطه؟ اه؟ وانت صغنن كانت المفروض نناه تحط لك شطه في بقك كده لما تقول كلام ايه مش لطيف، او تحط حجره. الصحابه كانوا بيحطوا حجره تحت لسانهم عشان ما يغوكوش في الكلام، والله اعلم. ليه يا حبيبي؟ سبت ايه للبنات؟ يعني الواحد مثلا لو في اعلاميه طلعت واحده ست، يا ستي هنعديها، لان الست دايما بيجي لنا الدوره الشهريه بنتعب بنتضايق، جوازاتنا بتقرفنا، يعني نصايب سوء، بنتخطف مثلا بعيد عنك. لو ما كنتش جربتها قبل كده اوعدك تجربه حلوه قوي. لازم تجرب تجربه الخطف دي، جميله قوي، هتخليك راجل ناشف، فاهم؟ هتخليك يعني ايه قوي كده، مالي مركزك، مفيش حاجة هتهزك بعد كده. اه امال ايه؟ بس جربها بقى كذا مرة، جربها في مصر، جربها في امريكا كده، هتبقى يعني اكسلانس خالص، هتقدر الحياة ومش هتكون مستهتر بشغلك، بالذات لو شغلك فيه رسالة للناس. يا جماعة خلي بالكم، في انواع شغل معينة اقوى من تخيلاتنا. يعني احنا مش عشان بس الايجو ما تتنفخش، عشان انا مش بقول كده عشان الناس ايه، اه انا جامد قوي، مفيش، كلنا عند ربنا واحد، الاحسن فينا باعماله فقط. في انواع يعني زي الرساله، انت بتبعت رساله للبشر، لملايين من الناس، بتدي معلومات للناس، يا بتنشر امل، يا بتنشر كره، يا بتنشر سلام، يا بتنشر خراب بيوت، يا بتنشر ايا كان انت بتنشر ايه. ده في مثلا يعني الشغلانه دي ممكن تقوم حروب وممكن تهدي حروب. الاعلام ده، الشخص اللي بيطلع يتكلم في الماس، انا يعني مؤخرا بعد ما تلطيت في ان انا اكلم ببشر والاقي الناس بتتاثر، فادركت قيمه حاجه اسمها اعلام. انت معلش مع احترامي اي الناس اللي في السلطه مثلا، صوتها ما بيبقاش طالع للبشريه كلها، شغلها بس اللي بيبقى طالع، وحسب كمان ده احنا الاعلام هو اللي بيوصل للناس، بص السلطه بيعملوا كذا. انت ممكن حتى توقع النفوس بين ده وده وده وده، يعني يعني افخم حد في البلد بيشتغل ايه؟ لا مؤاخذه يعني، مع احترامي، عشان انتوا بتحبوا الفخامه وال يعني المراتب والكلام ده كله. في ناس شغلها حساس جدا، وبرده اللي بتسمعهم، مين اللي بيسمعه؟ اتنين تلاته، 100 واحد من اللي حواليهم. الاعلام بقى بيسمع الاف، بيسمع ملايين، ومش مجرد بيسمع، بيأثر على الاف وبيأثر على ملايين. في كلمه واحده ممكن الواحد يجرح، واخد بالك؟ كلمة صغنونة يعني، فاهم قصدي؟ في كلام ساعات الواحد بيقوله زلة لسان، انتوا اتهمتوني ان انا بجرحكم لما قلت لكم شيم اون يو، وانا لسه بقولها، خلي بالك، لو اخس عليك، اخس عليك لو خفت، ها؟ وشيم اون يو، واخس عليك لو قعدت تجرح الناس بلسانك في الملأ. فاحنا يعني في الظروف دي مننا فينا نطلع نشتم في رجالة وستات من جنسيات أخرى. ممكن انزل دلوقتي دفاع، انا صعيديه اهو، بص الصعيديه عامله ايه في مصر وامريكا، مش هيبان في كل. ليه وصل للمرحله دي؟ ليه هو احنا واخدين شغلنا ده ايه؟ ليه مش بناخد شغلنا كمسؤوليه؟ اي شغل بتعمله خده مسؤوليه. صحيح ساعات كتيره في ناس في شغلها بتنزل تشرب مخدرات وحشيش وبلاوي سودا وتشقط، وما اعرفش ازاي طبيعه عملك تكون، يعني انا اسفه انا مش بتكلم عن حد معين دلوقتي، مش بتهم حد معين بحاجه زي كده، انا بقول الناس اللي طبيعه عملها ان هي تفيد الناس. هتفيد الناس منين؟ أه وانت لازم تخربها، يعني هو بالمنطق سيدي القاضي، ادام انت واحده عايزه توجهي شعب، عايزه تعملي حاجات مفيده، هتتقلي في نفسك؟ أه عشان خاطر ربنا يحميكي وانت طالعه على الهوا، عشان وانت طالعه على الهوا ما تعكيش.
يا مي خرسيتي تخرجي ولا تزني ولا تشربي ولا تعملي بلاوي سودة وتطلعي تقولي للناس قال الله قال الرسول واقرأ القرآن، مش هيمشي كلامك، مش هيبقى مقنع حتى لو عرفتي تقوليها بالسنتوفة. يا ربنا هيخلي لسانك يقول كلمة غلط، يا وشك مش هيتقبل ولا صوتك هيتقبل ولا أي حاجة فيك هتتقبل. الناس بتبعت لي الله أكبر، تقول لي أنت الفيديو بتاعك والله العظيم كومنت روعة، قريتها وأنا نايمة. الفيديو بتاعك عامل زي ال زي ال يعني الـ يعني دافي، يعني زي الجو الدافي في وقت الشتاء، يعني حاجة مريحة. ما نحسنش من نفسنا، وبعدين انت سنك كام يا مسيو يعني اعلامي؟ يعني انا عيلة وبتعلم وعايشة بره وبتعلم، وفي نفس الوقت بره لسانهم مرزبة، اللي عايشين في امريكا مش معروفين برقي الكلام، لكن الواحد بيجتهد ويفتكر اهله اصله وفصله. ويتش باي ذا واي صعيدي، يا ذيس از ا صعيدي بورن، سو لايك دونت تعال شوف الصعيدية يا حياتي، تعالى ده فشخة دول، لا مؤاخذة، ده انت ترفع راسك منها، ده مسك ترامب، مسك حرفيا مسك ترامب جراسات، مسك دول، مسك فريقة بالدول. هنتكلم على الصعيدة، لا عيب عيب ما يصحش، ما عيب دول، ده اللي طلعنا بيهم بصراحة، دلالولا يعني فاهم؟ والله يا عيب. وبعدين الطبقات اللي في مصر والجنسيات، وحد يتريق على تاني ده فلاحين وخبز فلاحين، ودول صعايده متخلفه. ده ما هو يا باشا، ما هذه الانثى المتانسه، الانوثه نص فلاحي نص صعيدي وزي الفل يا اخو اهو. يعني معلش انت ما كنتش مولود في الشانزليزيه، وتعالى بقى شوف سلوكيات الصعايده والفلاحين، ما احنا هتلاقيهم عاملين ازاي. ناس بتحب تخاف على شرفها، ناس عندها غيره، ناس بتحاول تعمل حاجه لبلدها. البنت ب 100 راجل، الست الصعيدية بتقعد 100 راجل حواليها من العيال الصغيرة تعلمهم، يعني فاهم؟ يعني دي حاجة جميلة انا اعتز بيها. ليه كلام يجرح؟ احنا مش ناقصين، احنا بنحاول نداوي في بعض يا جماعة. احنا العالم اوريدي جارحنا، الناس بتجرح من بره، العالم الخارجي مصدر بقاله سنين طويلة قوي قوي، بيصدر صور سيئة جدا للناس اللي بتتكلم عربي والناس المسلمة والتفاصيل دي كلها. سو احنا بنحاول نلم جروح قديمة قوي من زمان بتحصل، وبنلم جروح حصلت بينا. اوكي، لما يبقى في بينا كده مش صحيح ابدا. احنا اصلا بنحاول بننادي دلوقتي بالانسانية في المطلق. دلوقتي التطبيع اللي بيحصل لك ده يا برنس على الملأ، بيقول لك بص يا برنس اقبلني هيك، خلاص خلصت على كده، انت لازم تقبل. الناس اللي بتحاول تنادي بالانسانيه، اللي هو ما تكرهش اليهودي، ما تكرهش المسيحي، ما تكرهش الدرزي، ما تكرهش اللي ما اعرفش الترابات دي. سو اكيد 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 من المنطق ان احنا لو بنعلم الناس اصلا ما تكرهوش الملل الاخرى، يبقى من باب اولى مننا فينا ما نكرهش بعض. يعني الصعايده والفلاح يعني ايه؟ ان احنا نسب في صعيد، ولا نقلل من شأن ده، ولا نقلل من شأن ده، وده يطلع يدافع وده يطلع يدافع وده يطلع يدافع، ما يصحش ابدا. ولا حد مثلا عايش في ماونتن فيو باين، ولا معرفش قطاميه هايتس، يقلل من اللي عايش في شبرا، ولا اللي في شبرا يقلل من اللي عايش في الدويقه، ولا ليه الطبقيه وليه العنصريه الغريبه دي؟ يعني يبقى احنا المصريين عندنا عنصريه بيننا وبين بعض؟ لا، ما هو ارجع بقى لتاريخك، ما هو من فتقه قديم وتاه يا اولاد، ده حقيقي، ما هو literally من فتقه قديم وتاه. انتوا نسيتوا ووصلتوا الناس انها تنسى، وصلتوا الاعلاميين كمان ان هم ينسوا. فنرجع لاصلنا بقى، احنا لو كل واحد فينا فعلا رجع لاصله، احنا اصلا يعني كلنا على بعضنا جايين من ايه؟ كلنا بلا استثناء جايين من 4% اللي حوالين النيل دول، يا فلاحين يا صعايده، صباح الفل، ماونتن فيو يا ولا الزمالك ولا المهندسين، دي اتعملت يا حبيبي، دي مدينه اتعملت واحنا زحفنا فيها بقى، ايا كان انت جاي منين، يو نو وذر بقى انت جاي من الصعيد وزحفت للمدينه، ولا وذر انت جاي من مش عارف ايه وزحفت للمدينه عشان العمل. وبعدين المدينه اصلا دلوقتي كل الناس بتشتكي من كتر السكان اللي في المدينه، فبنقول لك طب تعالى ايه يعني ايه نتشعب كده اكتر، ونحاول نبني مدن مختلفه في الصحراء. فالناس اللي انت بتتريق عليهم دول ناس جايه من خير، دول ناس جايه اصلا من زراعه كويسه، ودول ناس جايه من اصول معينه، دول اللي كانت بناتهم ايام زمان بنعمل بنت لو غلطت تتذبح، دول اللي بناتهم بيستمروا اللي هو لا ده انا همس يعني ده ياخدوا بناتهم امريكا يقولوا لهم ده الغلطه فيها ذبحه، صباح الفل، ما فيهاش بقى ايه نروح نعمل عمليه ونقفل ونعمل الكلام ده، اللي هو الشرف في الشرف، دول الناس اللي حرفيا بيعيشوا بشرفهم. صباح الخير يا حبيبي، احنا نركز ونرجع لأصلنا كده.
نرجع لأصلنا ونرجع على الأقل على الأقل لما حاجة تدخل علينا جديدة مختلفة، ولا واحد فينا يتغرب بره ما بيغيرش من جلده ولا بيغير من نفسه ولا بيرجع لك معوج ولا بيرجع باللسان الأمريكي والمش عارفة إيه ويتعوج على البني آدمين، بيفضل زي ما هو يحاول يمسك في نفس اللكنة ويحاول يربي عياله وعيال عياله على نفس اللكنة. بتلاقي عيال بلونز بنت أختي شعرها أصفر وعينها صفرة، كائن صف أصفر، تعال شوف أصلها وفصلها، هتلاقي ده جدها صعيدي والتاني فلاح، وأصول معينة الواحد بيبقى ماشي عليها. على الأقل الواحد كل يوم لما يجي يمشي يبقى بايس إيد أبوه وأمه، يبقى في بركة في البيت كده، في كبير نرجع له، في أخلاق، في أخلاق حلوة قوي على فكرة، في أخلاق جميلة جدا. الأخلاق دي بقى بصراحة يعني إيه، لا تقدر بثمن. إحنا حطينا، أنا أسفة، عملنا لكل أنواع الكيكي سعر قبل كده، وشلنا جلدنا وقعدنا نتعولق على بعض ونتعوج على بعض، وكل من جيت معاه فلوس راح قعد في حته حلوه واتعوج، وكل من سافر اتعوج وكره الناس في بلده اكتر، وده انسان خاين بمعنى الكلمه، انك تسافر وتكره الناس في بلدك وتسافر طب زي ما بتوري الحلو قوي بكذب، وري الوحش برضو بره عشان الناس ما تبقاش قاعده حاسه ان هي ناقصها حاجه، لان النفوس البشريه مش 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 طبيعي ان هي تبقى 24 ساعه في 24 ساعه مسالمه. فلو حد في منصة إعلامية، لو حد واخد المسؤولية دي، لو ربنا رزقك ان انت تكون في منصة إعلامية، هو ده رزق وابتلاء، لانه انت ممكن يعني تعمل فتن، تجرح بشرية، توجه ناس لحاجات كويسة، توجه ناس لأخلاق عالية، توجه البنات لحاجات عظيمة، او تكسر ناس وتكسر شعوب وتعمل فتن في نفوسهم. So I'm sorry guys, like اللي انا عمال اشوفه كل شويه من انا ما بلحقش يا عيني والله العظيم، انا دي حاجه انا حزينه وحزينه بجد، حزينه وعلينا كلنا، عارف ما بيلحقش. وبعدين مخي لما بيقعد يفصل بين مشاكل امريكا نفسها كالعيشه فيها، الحاجات اللي الامريكان او الحاجات اللي الناس اللي عايشه بره بتمر بيها من مشاكل ماديه، هي معتبر مشاكل ملموسه يعني ماديه عمليه، ملهاش دعوه بالاخلاق يعني، فاهم قصدي؟ اللي ليها دعوه بالاخلاق بالنسبه لي اللي هو الميديا، وانا دايما حريصه ان انا افهمكم ان صناعه الميديا الامريكيه كانت طول الوقت متوجهه انها تبقى شيطانيه لفساد وتدمير الاخلاق اصلا. امبارح كنت بسمع للفيشاوي بيقول ده صناعه السينما المصريه والامريكيه حصلوا في نفس الوقت، لكن نسي وكان صناعة السينما المصرية في الأول، والمسرح المصري بيعلم أجيال، كان طالع منه ناس عظيمة وبيعلم أجيال وبيرفع رأس بلده ونفسيتها ودينه وكل الحاجات الجميلة اللي انت عايزها. والله أعلم إيه اللي حصل، في الخلل اللي حصل في الآخر، لكن صناعة السينما الأمريكية من أول يوم وهي متوجهة شيطانية أصلا. فأنت يا فيشاوي، هو فيشاوي لو موجود أهلا بيه، لو مش موجود الله يرحمه، أنا معرفش أي حاجة عن يعني حياة الممثلين والناس دي، أنا بس عايز أعرف هم آرائهم إيه في الحاجات، إيه اللي بيتقال في الميديا، إيه اللي بيتقال في الميديا عن كذا. ما تقارنش السينما المصرية، خلي بالك، بالأمريكية يا حبيبي، لأن المصرية بدأت بشرف، حتى لو المصرية اتكلمت عن مشاكل معينة في المجتمع اتعاملت بشرف واتعاملت بطريقة محترمة، ما كانش في نيتها إنها تفسد شعوب مش بس شعبها. لكن السينما الأمريكية، اللي عمل السينما الأمريكية والميديا الأمريكية بكل أنواعها، المخطط بتاعه من زمان، صدق أم لا تصدق، لأن الناس دي بتحب تخطط من زمان ودايما مجهزة نفسها إن هي تدمر نفوس ومبادئ وعقيدة الشعوب، إن هي تبقى شيطانية. الواد اللي انتوا عمالين تشيروا صوره ده عند رينج روفر، شاب صغير ربنا رزقه برينج روفر من 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 مهرجاناته، سمعت مهرجانه، وانا مش مفروض يكون في حقد طبقي بين حد ربنا رزقه بفلوس يعني، كان في مستشار او محامي بيقول لك بص بقى انت عارف الشهاده دي تحطها فين، خد شهادتك وبص الصغير الواد ده خد، مش انا مش حابه النفسيه دي. انت لو ركزت، وقلت لكم 100 مره، لو ركزت في الكلمات اللي بتتقال في المهرجان اللي بيتنشر جامد، بيتنشر ليه؟ بيتنشر عشان ادارات الميديا، إدارة السوشيال ميديا، إدارة الفيسبوك، ولا إدارة الآي كلاود، ولا الساوند كلاود، لما بتسمع حاجة فيها دعوة شيطانية بتنشرها أكتر. الواد يا عيني حاطط أغاني بتاعته شيطانية، فيها كلمات شيطانية، أصلاً عنوان إحدى الألبومات بتوعه شيطاني، فبالمنطق هم أدم هم موجهين، الإعلام الغربي موجه التمويل، الفلوس بتتحط في الحاجة اللي هتبقى شيطانية فيها جدال، أو الحاجة العريانة، أو الحاجة اللي بتقولك يلا ننط على بعض ونزني، أو الحاجة اللي بتقولك يلا نروح نشرب وعادي ومش مشكلة. سو دول هيدعموا وانت مش فاهم هما بيدعموا ليه، ده ملوش دعوة بالبلد، ملوش دعوة بمصر،
مش مصر اللي بت يعني مش الموسيقى في مصر هي اللي بتدعم الكلام ده، ده الناس اللي بتنشر حاجات على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود والكلام ده كله، لان هم يا عيني مش مدركين يا حبيبي. انت لما تيجي تنشر اغنيه، لما تنشر اغنيه فيها كلمات فاسده، السوشيال ميديا هتدعمك اكتر، هتديك فلوس اكتر، لان هم بيحبوا الماده دي. فانت حتى كمان لما تيجي تتكلم على السينما بتاعتك واصلها المصري وتاريخنا المصري في الادب والكلام ده كله، تبقى برضو رافع راسك وما تقارنش. دي ما تتقارنش باي حته، لان اللي بره كانوا عايزين هدفهم انه يعري نسوانك ويلحدوك ويخليك شاذ جنسيا ويخليك تروح تاخد مخدرات ويخليك كاره بلدك وكاره عاداتك وتقاليدك وكاره هويتك وكاره دينك، كاره نفسك كده. وبالفعل بيحصل، ويحصل جرائم ويحصل زفت. تعالى اسمع كل ممثل منهم، اقعد استثمر شويه وقت كده واسمع الممثلين اللي انت هتموت عليهم دول وحاطط صورهم عندك، الممثلين الغرب يعني بيقولوا ايه على صناعه على صناعه هوليوود في امريكا. كلنا كنا منبهرين غلط. وما تقوليش اصلا عملوا فيلمين حلوين ومع فيلم اكيد ما لازم السم يتحط في العسل. ايه الرساله لما نفكر كده في السينما الامريكيه؟ ايه الرساله؟ الرساله عباره عن جنس، مخدرات، سجون، عنصريه، المسلمين ارهابيين. سو انت قعدت تقلد بره لغايه ما مخك اتلحس وبدات تنفذ، بدات بقى تجيب لك في مصر جوجو دانسرز وحاجات مش وتلاقي الاعلامي رايح بدا يصحى الصبح يقول لك قال الله قال الرسول والرقصات وحشين، وبالليل يروح يعني انا مش قادره، مش عارفه يا جماعه، ما ينفعش. تنحي بقى عن المنصب ده لو انت عايز تعك في حياتك، مش مشكله، لكن احنا لازم نفهم يا جماعه حاجه مهمه جدا. الاعلام عامل زي يعني ايه، او كاميرا عامله زي عصايه موسى كده، يا عصايه موسى يا عصايه سحره فرعون. بمعنى انه انت الشخص اللي هيطلع على الكاميرا وهيأثر في الناس او هيوجه كلام للناس ممكن يكون زيه زي الرسول، بمعنى ان هو يوصل رساله يعني نبيله للمجتمع، او ممكن يكون يعني اكتر حاجه فاسده حصلت في المجتمع وتبوظ مجتمعات. Right. والكاميرا بتبين بقى انت مهما عملت، انت ممكن احنا ما حدش عارف انت امبارح بالليل عملت ايه، ولا حد عارف انا امبارح بالليل عملت ايه، صح؟ ربنا بس اللي عارف انا عملت ايه امبارح بالليل. انا لو عامله خير امبارح بالليل والله هيبان على شغلي وهيبان على محبه الناس وهيبان على 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 حتى حقد بعض الفشل والتفاصيل دي كلها، وهيأثر، هيبقى في كل مره بني ادم بيتسمع الحمد لله. ودي حاجه يعني لو يعني correct me if I'm wrong، لو انت شغلك كل مره تعمل حاجه الناس بتتاثر بطريقه ايجابيه، انت قول لي انت الشغلانه دي حاسس من ناحيتها بايه؟ كل مره اتكلم الناس وتلاقي حد من الناس طالع يقول لك والله بدات اصلي، والله رجعت لاهلي، والله بقيت كويس، والله اهديت، والله حبيت بلدي اكتر، كل مره بلا استثناء تعمل فيها كده بتحس بايه؟ وكل مره تاني تطلع تقول حاجه تقول لك نسب مشاهده. طب بس النتيجه ايه يا برنس؟ النتيجه ايه من نسب المشاهده؟ النتيجه ان دول شتموا دول ودول زعلوا من دول وانت زعلت منك، ودول حجروا على دول ودول متخانقوا ودول اتجرحوا. ليه نجرح كده؟ ليه كده؟ ليه كلمه رصاصه؟ ليه هتعلمنا ديننا بكلام، كلمات نزلت علينا فتعلمنا ديننا منه، ولا ايه؟ ولا الواحد لما يقول لك الدين تقعد تقول لي بقى يا ستنا يا مولانا ومش عارف ايه، فين؟ ما هو الدين، ما الدين معامله يا حبيبي. فلا ما ولا اقصد، مش اقصد بالذات، ما ينفعش ان احنا كل يوم في الظروف اللي احنا فيها دي والعالم ان هو يحبط من معنوياتنا، وخاصه الناس اللي ليها مصلحه في مصر حريصه جدا ان معنويات المصريين تكون يعني مش حلوه، وانت ابن بلدها وتزلت لسان، يمكن يعني خلينا نقول زلت لسان ثم تجرح الناس. لا مش حلو، واخد بالك؟ مش حلو. عشان قلت الحقيقه يا محمد عبد الله، عشان لما طلعت في فيديو كورونا كنت قلت الحقيقه، فحققوا معايا يا حبيبي. فدولة زي امريكا بحالها تمسك الصعيدية دي وتقول لها انت ازاي، من اين لك هذا، وليه عملتي كده؟ عشان دي في امريكا اسمها حاجة اسمها ويسو بلور، يعني الشخص اللي بيفجر قضية بحالها في مجتمع قد كده، اخد بالك؟ ازاي بقى انت واحدة مصرية امريكية وعايشة، كنت في مصر ساعتها وطلعتي تقولي الناس الحقيقة عن ايه اللي بيحصل مع ترامب والسن والتفاصيل دي كلها، من اين لك هذا، ايه اللي بيحصل، ايه اللي في دماغك؟ فزعلت دول يا حبيبي، ازعلنا دول بنت بلدك اهو.
لما يعملوا حساب لواحدة بتتكلم في الميديا، هو واحدة بتتكلم 60 مليون واحد بيشوفها في نفس الوقت، وبالذات من الوطن العربي، وهم بيعملوا صفقة القرن، وانا بحاول اقول لك ما تخافش، يبقى معناها ايه؟ معناها ايه الناس دي هياخدوني حقها معايا ليه؟ حقها معايا عشان خدوا بقول لك شيمون يو يا مصر. علانين زعلوا الامريكان عشان بقول المصريين شيمون يو، ولا زعلوا عشان ايه؟ ما زعلوا عشان خاطر في الكلام اللي انا بقوله، معناه انه ما تخافوش، اللقطة مفهومة والدنيا ماشية وبالراحة، افهموا. اه فانت تحمل ترفع راسك كده ان بنت بلدك اللي اصلها صعيدي اصلا، اللي متشحططه في البلاد هنا وهنا وهنا وهنا، وبتحتموت وترجع بلدها وتعرف ان فيها حاجه، ترفع راسك انها ما خافتش في وقت اللي هو لا في ساعه كده مرعبه العالم كله كان مرعوب، طلعت ما خافتش، قالت لاولاد بلدها على الاقل بصوا ما تخافوش. الراجل جاب لي العربيه شكله. اه ماشي، فنهدى بقى على نفسنا حبيبي، ويتعاملوا معاها على اساس ان ايه، ويتقال لها لا انت ممكن تغيري التاريخ وتقعدي ما تشتغلي في امريكا احسن. فانت تحمد ربك ان بنت بلدك كده، تحمد ربك قوي ان بنت بلدك كده. هاي ثانك يو سو ماتش. وركس ناو يس لايك از ان بروبر از ات غانا ستوب لايك ان ا مينيت يو دونت نو. ثانك يو جايز سو ماتش. اول رايت نو بروبلم. اوكي قبل ما نبيتي بريس ف ف ف ف ايه فاهم؟ انت زعلان حقود مثلا ان البنت يعني شغاله وانت لا، مش مشكله، مش معناها ان انت وحش، احنا ممكن نساعدك ونوجهك وننفع من معنوياتك، واخد بالك؟ انا قضيتي دلوقتي على الكلام اللي بيتقال على الجنسيات اللي في مصر، ما يصحش، جس ما يصحش، كلنا بقى نتلم كده وما يصحش، كفايه التنمر اللي بيحصل بين الناس وبعضيها، اتس نوت فير يعني. احنا بيننا وبين بعض، انا بصحى يا جماعه كل يوم ده قبل ما انام، اجي انام الاقي ناس بتشمت في مرض واحد، اجي اصحى الاقي ناس بتشتم في الفريق بتاعها وهو بيحاول يقدمها بره، اجي امشي الاقي يعني كل شويه كل يعني انا اسفه. أه بصوا انا هقول لكم على حاجه، امريكا في حاجه مصيبه بتحصل فيها انتوا ما حصلتش لسه في مصر، ويمكن اللي احنا ماشيين الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ده ايه ممكن يعني يخلينا نوصل للموضوع ده. في حاجه اسمها جرائم الكره هنا في امريكا، انتوا بتعملوا في مصر ايه بقى؟ جرائم الكره بسبب العنصريه المختلفه اللي مالهاش نهايه دي، واخد بالك؟ فاللي انا شايفاه في مصر، النبط اللي انا شايفاه في مصر، ان انتوا كل شويه حد يطلع مثلا تنمر معين اتجاه حاجه، شتيمه، شماته، يعني ما حدش في كره، في حاله كره كده والله اعلم اللي انا شايفاه من الفيسبوك، واخد بالك؟ كارهين الفنان ده عشان كذا، ولا كارهين ده عشان معاه فلوس، ولا متضايقين من ده عشان خاطر ما نجحش في الكوره، ولا متضايقين من دي عشان كذا. اللي انا شايفاه ده بيسبب يعني حروب نفسيه، حتى لو الشارع المصري مش كده، ولكن احنا قاعدين ورا الشاشه وبنشوف الحروب النفسيه دي واحده على واحده على واحده، هيكون في جرائم كره. افتكروها، انا مش حابه ان انا اشوف بلدي فيها جرائم كره، مش حابه اشوف النائب العام بيحقق في قضيه فيها كره، مش حابه دي. في يعني في جرائم مختلفة وخلصت على كده، مش عايزين نزود الجرائم بتاعتنا بسبب الكره، واحد قال حاجة لواحد، العصبية والتعصب ده ضرب ده، ولا ده حمل حاجة في ده. فنهدى يا جماعة ونعلم نفسنا يعني. لو الإعلام نخنا مثلا زلة لسان، ولا كان ما عملش أموره مع نفسه، فربنا بقى إيه يعني عايز كله بيعملها فينا. ما حصلت معايا أنا، أنا لما كنت مش لما نفسي، ربنا عمل مني عبرة عادي جدا، ما عنديش اي مشكلة، وتعلمتها وجيت قلت بصوا انا غلطت. فكلنا معرضين ان احنا كذا، بالذات الناس اللي في الاعلام دي سلاح خطر، سلاح مرعب، السلاح الاول اللي امريكا بتستخدمه السلاح الاعلامي ده، السلاح الاول قبل ما تعمل النووي، قبل ما تعمل الفكرة، السلاح اللي جيش اسمه ايه ده، حزب ناتسي استخدمه. حزب الناتسي ما كانش هيبقى حزب ناتسي، وهتلر ما كانش هيبقى هتلر، الصوره السيئه قوي اللي احنا شفناها دي، من غير وزير الاعلام بتاعه. وزير الاعلام بتاعه عارف بالظبط يعمل ايه في الاعلام عشان خاطر يضعف القوات الاخرى ويعمل المجزره اللي هو كان بيعملها دي. يعني تاريخ الناتسي اتولد على ايد الاعلام، لولا وزير الاعلام بتاعه حرفيا، لانه كان في الاول ما كانوش عايزين هتلر، ان هتلر والناتسي دول يتقبلوا ان هم يدخلوا وان هم يسوقوا، وبعد كده ان هم يدعموا، ده مجهود اعلامي شرس شرس. العقليه الالمانيه في الاول مستحيل تتقبل عقليه هتلر، لكن ازاي عقليه المانيه عاديه
فجأة تتقبل عقلية هتلر وتدعمه ويبقى ده قائد ويبقى حزب الناس النازي قيادة بسبب الإعلام. الإعلام عنده القدرة إنه يخسر العقول أو يوجه عقول. الأنبياء لما كانوا بيروحوا يكلموا القوم بتاعهم ولا شعوبهم بيبقوا بيعلموهم، ده كان إعلام. يعني أنت مدرك لما كان الوحي بينزل كده على سيدنا محمد ولا موسى ولا عيسى، كان ايه اللي بيحصل؟ ويروح يكلم القوم، انا بكلم ناس، ده اعلام، بعلم حد حاجه. احنا حولنا الاعلام. طبعا انتوا مش قادرين تتخيلوا ان الرساله اللي نزلت على القلبيه دي اعلام، لان مش حولنا اعلام ممكن او طبيعه عمل ممكن تكون اللي اشتغلها قبل كده انبياء حرفيا لعمل دلوقتي ممكن يتقدم من يعني من 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 عاهرات او من ناس خاينه. حولنا الاتجاهات اختلفت تماما، بدل ما ننزل ونكلم الناس عن حاجات مفيده للناس بقينا ممكن ننزل نكلم الناس دلوقتي عن حاجات حرفيا تضر الناس وتكره الناس في بعض، ولا تخلي الناس الاخلاق عامله، ولا تخلي مفيش احترام لدوله، مفيش احترام لاب، مفيش احترام لجامع، مفيش احترام لاذان، مفيش احترام لاصولنا، مفيش احترام لعادات وتقاليد، مفيش احترام للمراه اصلا على كلها على بعضها. فنمسك المراه دي نهين فيها الى ما لا نهايه، وبعد كده ايه المجتمع نصه اصلا خلاص متدمر دلوقتي، جاهز مستوي. انتوا ما خدتوش بالكم برضو الحرب ابتدت ازاي النفسيه عليكم؟ المراه جو المراه لازم نبهدل لكم المراه، عشان لما المرأة تكون متبهدلة العلاقات بين الراجل والست مستحيلة هتكون سوية في البلد، فبالتالي كل حاجة هتبقى هتنزل بقى، هيبقى في سلبية طول الوقت، هتبقى مفيش تربية، هتبقى المرأة دي اللي بنتها هنا مش هربي العيال، هروح أعمل بوتوكس. واحدة واحدة خيانات، واحدة واحدة احنا فجرنا، احنا فجرنا وبعدنا عن ربنا قوي قوي بصراحة، واستغفر الله العظيم يا رب، شال رحمته من علينا، فبيدينا ناس تجرحنا، بيدينا ناس تضللنا أو ناس تجرحنا أو ناس من بره تكرهنا في بعض بزيادة، أو ناس يعني تخوفنا، أو ناس يعني تحسسنا إن إحنا أحقر حاجة في الدنيا وإحنا عالم ثالث أو ده مش صحيح. لو كل مرة بلا استثناء مسكنا كلمة عالم ثالث وقعدنا نحلل ونقول لك هنلاقي إن إحنا الحضارة ما زالت معانا احنا في اخلاقنا، لان احنا في الظروف السيئه اللي انا في امريكا دلوقتي يا جماعه وشايفه البانداميك عامله ازاي. ما انا كنت في مصر وقت البانداميك وجيت امريكا في وقت البانداميك، يعني شفت الحالتين، شفت الحاله هناك والحاله هنا، شفت اللي بيحصل هناك واللي بيحصل هنا، شفت الانسانيه هناك وعدم الانسانيه هنا في اوقات كتير، شفت الناس بتبقى عامله ازاي مع بعض. سو احنا I can safely say it، وانا حقانية مش هعرض عشان مصرية، I can safely say لأ ان حضارة البني آدم كده عشان يكون حد متحضر ومحترم وبيساعد الناس وكويس لسه عندنا في مصر، لان هنا متغطية مش محدش شايفين، بس كده سيستم من بعيد لبعيد. كل حاجة من غير المادة مش هتعيش، من غير الدولار مش هيبقى ليك بيت، مش هيبقى ليك علاج، مش هيبقى ليك اي حاجة بلا استثناء، من غيره انت done، you're done، you're completely done، انت في الشارع وكتير كتير من هنا، كتير ملايين من هنا بيشتغلوا بدل الشغلة ثلاثة وبدل الإهانة أربعة وبيتشتموا عادي في الشغل، تلاقي مديرك مش بيزعلق بالشتيمة وبهدلة وقلة أدب وشغلانات كتيرة فيها حرام، هم ما يعرفوش هم الحرام من الحلال، لكن في شغلانات كتير بتبقى واضحه لمؤاخذه لما تروح تنامي مع مديرك عشان خاطر توصل لمرحله تانية، ولا السي بي عكسك عشان خاطر يشغلك اصلا. في بهدله بتحصل في العالم الخارجي، انتوا ده في عبده، ماليش دعوه بشغلها، ماليش دعوه بحساباتها مع ربنا، ماليش دعوه بمعصيه هي بتعملها، انا اكره المعصيه احب العاصي، ماليش دعوه، هي بينها وبين ربنا ممكن في يوم من الايام تتوب وتعمل، انا ماليش دعوه. لما طلعت مع الليبراشي بيقول لها مصر والسادات ولا السادات تفاصيل كده، وقعدت تتكلم شويه على اتاخر منه كيسنجر ولا بيجن باي ولا كانت بتتكلم على مين، على الاخوه الصغايم، قعدت تقول انا ما اعرفش هم مين، بس هو خوفونا منهم بس ولموني العلم وقفت على يا ده وقفت عليه ورقصت بعلم مصر ولا وما فيش الكلام اللي مش عارف ايه ده، فخوره وانا مصريه وانا ما اطلعش من مصر بره مصر 10 ايام، ما اطلعش بره مصر، ما استحملش اعيش بره مصر، بلدنا فيها تفاصيل، دخل بقى تشعر في مصر بقلب كده، يعني سيدة ايه راقصة
تمسك البلد وتتكلم عنها بقلب، وشباب البلد بيبقوا كارهينها وعايزين يمشوا منها. لما الرقاصة تقعد تشعر في مصر والشاب يقعد يضرب في مصر، لا انت 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 اللي ملوش اصل يا جماعة، اللي ملوش كبير حقيقي، اللي مش معتز باصله هويته واصله وفصله وكبيره وكده هيتداس وهيتزل. فتعالى دوق، تعالى دوق، تعالى جنب اختك، تعالى هنا انا هوريك، هاخدك لفة كده هقول لك ها اتعلمت، ها هتنزل مصر كده تركع على الارض والحمد لله وتتلم وتتعامل ناس عدل، ولا هتفضل ايه كده عريان اللي معرفش ايه وتحب التأميز. فنتلم يا جماعه الله يكرمكم، نتلم عشان كفايه والله، والله ما يصح ابدا المرحله القاسيه قوي اللي احنا نصحى منهم كل شويه حرق الدم، كل شويه حرق الدم، بدل ما الواحد يسمع في الاذاعه حاجه ترفع من معنوياته. الواحد بيسمع الميتين دلوقتي، واحد بدا يرجع لفؤاد المهندس وكلمتين وبس. هنجد كل الاعلام دلوقتي بقى خلاص بقت حروب مستمر، ما اعرفش عمرو اديب بيحصل له حاجه، يطلع فلان الفلاني يقول لك ما عمرو اديب مش بيلم مال الشعب ومش بيحصل كذا ومش عارف ايه، ابراهيم عيسى يقول لك يدافع، ودول يشتموا ودول يعملوا، وبعدين ده يطلع يقول لك الصعايده وحشين والنسوانهم، وده يطلع يقول لك لا الستات ما اعرفش اصلهم ايه، ده اعلام ده. ولما انا ازعل منكم اقعد اقول لكم كده، تقول لي اسف في امريكا وبتتنك علينا، ده منظر واحده بتتنك، انا طالع لكم نحكيش، ما تتلم ما نتلم ما نتلم عشان نفسيتنا عشان بلدنا. ده في مصر انا مش هنسى في مصر ان كام مره، والناس دي لو سمعاني دلوقتي انا يعني شيم اون يو فعلا، وانا رايح عايشه في امريكا تقول بلادي 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 ومصر مصر مصر بتريقه، اللي هو اي حد بيحب مصر بقى بيتريق عليه ليه؟ وبعد فتره بقت كويسه معايا وحلو وصدقت ان انا بحبها بجد، يعني ايه ليه 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 حب لك لبلدك وحبك للاخلاق كويسة نعملها بهجوم؟ ما هو انا لساني طويله وقلت الادب برضو عادي ممكن اوجعك بلساني، يعني عيب عيب نرتقي والله، عيب كسر الخواطر ده، انا نكسر في خواطر بعض هيجن اللي بره اللي هيفشخ لنا خواطرنا قريب وهنعطش قريب، بعد كده مش هتلاقي الميه اللي تشربها عشان تعرف تكمل قله ادب. ده انت في عرض الصعايدة دول والفلاحين دول عشان يستحملوا اللي هيجي من سد النهضة، نستنى بس شوية عشان خطر اللي متخطط لنا واسع قوي، اللي متخطط لنا مش حلو، وربنا قادر على كل شيء، لكن ربنا هيساعد شعب ازاي وهو كل شوية يكسر في بعديه في التاني؟ لو ناس مخططنا دلوقتي ان هم يعطشونا الارض، ربك بقى هيساعدنا ازاي واحنا بنعمل اللي احنا بنعمله ده؟ ده احنا ما لحقناش نعدي سنة على قفلة كورونا وكنا مرعوبين ان يوم القيامة قام، وفجأة لسه نرجع لنفس قلة ادبنا، مفيش فايدة فينا، مفيش فايدة فينا، ولا كأن البحر اتشق، لسه البحر مشقوق، انت مش واخد بالك ان لسه البحر مشقوق؟ يا ابني توب، يا ابني خلي بالك، يا ابني تلم على ده، ماليش دعوة، انا عايزة مش خلاص، مش كورونا عدت في بيتها خلاص، يلا ننزل نبوظ الدنيا، استنى بقى، استنى على اللي جاي، استنى جاي على اللي جاي كده لما المية تقطع عليك وفجأة سنتين كده ولا حاجة، ولا الارض تتعطش ويجي لك قال لك معلش هنعطشها بس لازم كذا، استنى استنى على اللي جاي لك، استنى على اللي جاي لك، عشان مع احترامي والله مع احترامي اللي ما يعني الحكومه مين اللي هيساعدها لو هم بيحاولوا يعملوا حاجه عشان ينقذوا المواقف اللي احنا فيها؟ اللي هيساعدها ربنا صح. فربنا طول ما هو يعني احنا الواحد مين نخدبه جامد كده مش هيدينا رحمته، مش هيبص لنا، مش هيحط نوره علينا، خلاص هيشيل مننا رحمته، فالغريب هيستفرد بينا. طول ما انت ما بتقيش الله هيشيل رحمته، لما هيشيل رحمته الامان، الشيلد بتاع الامان كده، انت عايش بالشيلد بتاع الامان بتاع ربك، لا تكون بس ان انت عايش فاكر ان انت عايش بامان دراعك للمؤاخذه ولا سلاحك ولا 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 لسانك ولا اعلام، لا بتاع ربك. فلما هتبقى بتغضبه هي يعني هيمشي، هيبعد عنك، هيبعد عنك نوره، تبقى انت عايش مع نفسك في الضلمه، عدوك بقى هيستفرد بيك.